الحياة في العصر الإلكترونيات في الواقع هتبقى حياة مرهقة جدا. أولا هتبقى حياة جافة وآلية وسريعة الإيقاع ومرهقة الأعصاب وزحمة، والستر هيبقى مفضوح والخصوصية منتهكة، والناس هتقول فين أيام زمان، أيام ما كانت الشوارع خلا و الواحد يطلع على شط البحر يصطاد ويقعد 3 ساعات مستني، ولما تطلع له سمكة يبقى كأنه كسب ورقة يا نصيب. فين أيام زمان؟ بقول لكم الكلام ده دلوقتي لأن الأيام اللي احنا عايشينها بعد 100 سنة هتبقى اسمها أيام زمان، ويبقى أحفادنا تقعد تقول فين أيام زمان. وعشان كده احنا أولى بإن احنا نعيش أيامنا دلوقتي، نعيشها كويس.